يعاني بعض المواطنين بدواوير ومداشر ولاية مستغانة من أزمة ندرة المياه الشروب، مشكلة طالت لسنوات مما دفع باتخاذ إجراءات استعجالية لتموين هذه المناطق الجبلية بالمياه. إنا مغبنا نسقوا من الحسيان وقاعدين بعطش وذرك الحمد لله. وكل يعني هذه الـ 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 يعني هذه الدواوير راح ركبت فيها عدادات المائية بحوالي أكثر من 1100 عداد، في حين تبقى بعض القرى تنتظر تهيئة قنواتها لتزويدها بالماء الشروب. بعض القرى اللي راه مازالوا ناقصين، وخاصة في إعادة تأهيل شبكة التوحة، الأشغال راهي جارية إن شاء الله. احنا الموعد الصيف المقبل إن شاء الله يعني باش تكون كل الدوابير وكل دار عندها يعني المياه الصالحة للشرب. تتزود الولاية بمياه الشروب من سد الشريف ومحطة تحلية المياه بمستغانم. وهذه العملية انطلقنا فيها يعني عملية واسعة على مستوى ولاية مستغانم. إلى حد الآن رانا نركبوا في العدادات على مستوى 78 دوار، هذه كشطر أول، والعملية راح تتواصل حتى إن شاء الله كل دواوير يكون عندهم إن شاء الله المياه في ديارهم. انشغالات تتكفل بها الدولة للقضاء على ندرة المياه وإيصال الماء الصالح للشرب لكل مواطن.